يابي 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 يا لطيف يا شو صاير شو صاير سلامتك عم خالد سلامتك يابي يابي حكيني يابي خير خير شو ابو خالد شو ابنك شو عمل لك الله لا يعطيك العافية للعبد يابي كرام الله حكيني خير ناخده خير ناخده حق استخاني ساعدوني يا رجال ساعدوني الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه إيه. على مهلك على مهلك. نجيب له الحكيم عمي. لا لا ما في داعي. ضمضنا له الجرح وضمضنا له إياه. استنى عليه يومين ثلاثة بصير مثل اللي ردها. بس ما خلصت هون عمي ما خلصت هون. والله لخلي لي سليم يندم على الشيء اللي عمله. واحد الله عمي واحد الله شباب. خلينا بالاول نطمن على ابوك وبعدين سليم نلاقي له دوباره هو وابوه طول بالك عمي خالد لك من وين بدي طول بالي اه وهذا الواطي مد ايده على ابي لك والله خليه يندم قال انا كنت مفكره صاحبي الروح بالروح صعبي اخي والله صعبي شو هالحكي صحيح ابوك تجوز وحده من جيل بناته بس يعني الشيء اللي عمله سليم ما بينزل بابان بنوب اخي هذا ضرب ندالي شو هالحكي شكلك ابو خالد شو طلعك لبرا؟ شفت ابو خالد لك ضيوف ضيوف روح لزبون يلا طيب امشي امشي الماسه عظيم يمين ما بتروحوا ان شاء الله بتقبروا قلبي حقكم على راسي من فوق يعني ابو خالد اكل ضربي على راسه والله وصاير عم ينسى ايوه ايه يا ميت اهلي وسهلين الهي بارك فيكم تفضلوا عدوا تقبروني عدوا يو عمي معقول ما عم تتذكر المشكله اللي صارت بينك وبين سليم ولك راسي عمي ثاني خيرات الله ما بتذكر فيه قولي على طولي عليك يا عبي قولي على طولي طول بالك يا على امتي على المصيبه شو صار حاجه وراسي لك فجر راسي فجر لك والله اللحس بخ والله طيب عمي اشرب لك شفه اشرب لك شفه بركي بتصحصح شوي بتتذكر صرتي شربتيني ابري علي عني بقى طول بالك فضايلكم والله احد طول بالك ودي حاجه تبخي بوراتي عشان تصحى يا رجال ابي ابي فضايلكم والله احد شو صار له يا على امتي ان شاء الله لك صحصح يا رجال بوس ايدك انت قديش كاتب لها لزهور متقدم وقديش متاخر مين زهور لسه بيقولوا لي زهور وابو مطيع وبدري مين هالعالم يا بي كرامه لله زهور زهور يلي متجوزة يلي عم تطلع تشوف سليمة بن أبو سليم مالي بتذكر يبعت لي الهالكة أبي ما عاد تذكر شي يا جماعة يبعت لي قتلي عليك يا عمي والله يا جماعة شكل الشغلة جد ما عم يتذكر شي أبو خالد ليكون عم بتخاتلها وعامل حالك نسيان مشان ما تطلها لمين بدي طلها زهور يلي كانت رفيقتي شو انتي مجنونة معقولة أنا أتجوز بنت رفيقة بنتي وليك عم ضحك على ابي يبعت لي حما والله بدون قصدي ابن عمي الضبضب احسن ما كسرهم لاسنانك هلا حاضر يا مو شو صار ابي من شهرين لهلا لا عم يجمع ولا عم يتذكر شيء هي اخره المصايب اللي اجتنا من ورا سور اي والله يبعت لحمة الله لا يوفق مثل الحربايه من لما فاتت على حياتنا ونحن مو عارفين نهدى وحضرتك شو عم تساوي هون ها شو عم ساوي هون خايفه على عمي لك روحي انتطري من وشي حاضر وانت كمان امي معاه فهمنا لك يلا ابن عمي لك يلا من وشي امي ابي لازم يصحصح عنا فروغ المالكانة اللي اشتراها من الزلمة والزلمة مستعجل ولاحقني بالقصة لك يا مو انت متأكد انه ابوك امن كل المصاري طبعا متأكد انا شفت معه المصاري بعيني
ايوه شو بدك؟ داخلة على الله وعليك يا أم سليم، مشان الله مشان الله لا تذوبني. والله اللي بيأذي العالم وبيسرق بده ينال جزاته بالأخير. والله ابني معامل شيء، والله معامل شيء. أنا سمعت إنه جوزك وابنك بدهم يقتلوه. إيه طبعاً، لأنه جاجة حفرت على راسه عفرت، ابنك ما خلى شيء ما عمله وحط راسه براسنا كمان. كبوس اجريكو اختي. استغفر الله. روحي روحي ضربي ابنك انت. يلا انقلعي يلا يا سليم. انقلعي وما عندي غير الله يا ربي. يابي انت مجهز المصاري مشان فلوق المالكاني؟ أني مالكاني؟ شو أني مالكاني يا بي؟ المالكاني تبع أبو جواد يلي بعنا كل الصيغة مشانه. هي مين أبو جواد؟ استغفر الله العظيم. طيب يا بي المصاري وين؟ ماني متذكر والله، ماني متذكر شيء. يا مو المصاري كتار كتار كتار؟ لك هدول 500 مجيدية. أنا ما معي هيك مبلغ منوك. ايه وشو يعني؟ راحوا المصاري؟ وين بدهم يروحوا هدول 500 مجيدية؟ وين بدهم يكونوا يعني؟ يا بالمكتب يا بالبيت. يا بي ابوس ايدك مشان الله ركز معي شوي. قل لي وين المصاري؟ لك حاجة تدنوا فوق راسي لك حتى جلطوني لعمة. شلونك أبو خالي؟ إن شاء الله صرت أحسن. والله الحمد لله، يعني انه ما في شيء. بس انا عتبان عليك كثير كثير عتبان عليك. كيف بتروح لعند عواطف بتقلع على السر اللي بيناتنا؟ كيف؟ انو سر؟ لك اصلا انا لا بعرفك ولا بتعرفني. انو سر؟ شو بك ابو خالد؟ شو عم تسلب علي يعني؟ ليش لحتى اسلب عليك؟ يعني ما بعرفك ليش بدي اسلب عليك؟ ايوه يعني انت ما بتعرف زكية ودهب ما؟ منين زكية ودهب؟ ولك منين بتجيبوا لي الاسباب؟ بحياتي موسى ما عم بيع الاسباب. الله يسامحك، الله يسامحك يا ابو خالي. لك نحن اصحاب ورفقات من زمان، شو نسيتني؟ ولو؟ انا وياك. والله غريب الكلام، غريب كثير. شرف عمي مهيوب. اي والله يسلم والديات. شرف يا ابي. لا لا يا ابي ما بدي. صاير عم ينسى كثير بعد الضربة. ما على شيء، شغلته موقتي. هذا من عزم الضرب اللي أكلها. سمعت لك إنه سليم موقوف بالكراكون. إيه صار له هاليومين مفرعن شوي، مفكر الدنيا سايبة. وأنا عم فكر كمان روق اشتكي عليه على اللي عمله فينا. حقك عمي. هلا شو ما عملت معه ما حدا رح يلومك، حقك. إيه.